زرت خلال يعني كل سنة احنا نزور كمختصين 3 إلى 5 معارض سنوية، فعشرات المعارض زرنا، نظمنا بتواجدنا مواقع معينة معارض أخرى. يتضح لك أنه فعلا هي أداة مفيدة للباحث عن عمل وأيضا لصاحب العمل، لكن أيضا في ملاحظات يعني يجب ضبطها. يعني هل الآن كل ما يعرض في هذه الوظائف أو في هذه الملتقيات هو وظائف حقيقية ولا لا؟ هذا تساؤل مطروح. أزعجني تماما كمختص الصور اللي انتشرت سواء لمعرض سابق أو لمعارض سابقة، لما أجد باحثين عن عمل صافين بالشارع. حقيقة شيء مؤسف في وقت أنت كل الدولة سخرت لك كل التقنيات، أنك بتطبيق الجوال أبشر توكلنا كل خدماتك توصلك للبيت. أجي لخدمة زي هذا النوع أوقف بهذا الطوابير المسافات البعيدة، في خلل ما هنا سواء في معرض ألف ولا معرض باء، لا ما يحاكي المرحلة تماما اللي احنا نمر فيها. فبالتالي في أدوات لعملية ضبطها، يعني واضح لنا تماما أنه في بعض المعارض يتم يعني صبغها تسوية.